أخذ الشهر الأثير على قلوب المسلمين، نودع رمضان راجين من المولى قبول الصوم وثبات الأجر ومغفرة الذنب. بعد تمام الطاعة والعبادة يهل عيد الفطر المبارك مسك ختام الشهر الكريم، شعيرة دينية أخرى تحمل للقلوب السعادة، سعادة تتم بصلة الرحم وتعزيز أواصر المحبة، فهي أبلغ معاني العيد. الفرح والسرور بالعيد من شعائر الدين الإسلامي، وبهجة العيد تكتمل بالتسامح وتجديد الصلة وتمتين روابط القربى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. دعوة لصلة الأرحام وتدليل على مكانتها وارتباطها بالإيمان، وليس أبلغ من اقترانها باسم الله الرحمن. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. عيدا مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.